وقد كان من الضروري في هذا السياق التخلص من المشاكل الهيكلية المترتبة عن إرث استعمار ثقيل، وإعادة النظر في السياسات الوطنية والإقليمية التي غالبا ما كانت تعاني من ضعف القدرات الوطنية للتسيير والآثار السلبية للبيئة الاقتصادية العالمية. إن عملية التنمية في إفريقيا التي نصب إليها جميعا لا تزال تعاني من العديد من الصعوبات الكبيرة، وعلى رأسها استمرار مواطن النزاع والتوتر في قارتنا، والتي تقاوض جهودنا الجماعية في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. أود أن أجدد دعم بلادي لجهود التنمية في إفريقيا ولدور وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي، لا سيما في إطار لجنة رؤساء الدول والحكومات لتوجيه الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا من أجل بلوغ أهدافنا المشتركة في قارة مستقرة وآمنة ومزدهرة.